قام مهندس يدعى أحمد حسين وفريقه من الشباب تصميم تطبيق ومنصة إلكترونية تحت اسم أرزاق، وذلك لتوظيف وتدريب مختلف الحرفيين في العديد من الشركات والمصانع. المزيد في هذا التقرير. أملا في سد الفجوة بين احتياج المصانع للعمالة الفنية وبحث الحرفيين عن فرص عمل، قام المهندس أحمد حسين وفريق من الشباب بتصميم تطبيق ومنصة إلكترونية لتوظيف مختلف الحرفيين في العديد من الشركات والمصانع. في صديق ليا كان شغال مدير موارد بشرية في مصنع، وكان عنده مشكلة أنه هو مش عارف يوصل للعمالة الفنية أو الحرفية، وعملت زي سيرفي في السوق أو مسح يعني كده، اكتشفت أنه هو من سن 18 سنة لحد 35 سنة أكتر من 98% من العمالة الفنية أو الحرفية موجودة على الإنترنت وبتعرف تتعامل مع التطبيقات، بحيث العامل يقدر يعمل سيرة ذاتية بسيطة عليه فيها عنوانه ومؤهله إيه، تليفوناته، خبرته، وفي نفس الوقت الشركة بتقدر تعمل حساب على الويب سايت وبتقدر تنزل فرص. السيستم بتاعنا ذكي، بمعنى إن مثلا لو في فرصة عامل لحام نزلت في شركة، أي حد مسجل عامل سيرة ذاتية إنه عامل لحام هيجيله إشعار بالموضوع دوت، هيبدأ يقرأ الفرصة ويقدر يقرأ المرتب وكل حاجة عنها، لو عجبته بيقدم عليها من خلال التطبيق أرزاق. ويغطي الموقع محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والإسكندرية ويوفر فرصا تدريبية أيضا. خدمة التدريب، المؤسسة التدريبية بتقدر تحط فرص تدريبية، واللي عايز يتدرب بيقدم عليها من خلال التطبيق. وبرضو في شركات عندها انها بتدرب العمال بتوعها او بتدرب ناس وبعدين بتشغلهم، احنا فتحنا الفرصة للشركات دي انها تنزل فرص تدريبية مدفوعة الاجر للشباب بحيث انه يتدرب عندها شهر او اتنين وبعد كده يتعين عندها فورا. ولقت الفكرة اقبالا كبيرا من الحرفيين، حيث ساهمت في توظيف 100 عامل خلال شهرين فقط. وصلنا في الفترة اللي فاتت ل 30,000 داونلود، يعني 30,000 CV على الموقع. وصلنا ل 300 شركة سجلت على الموقع وأعلنت عن 5,000 فرصة عمل وفرص تدريبية. من ضمن السيرفي اللي عملناه برضو اكتشفنا ان في نسبة كبيرة قوي من العمالة الفنية والحرفية شغالين شغل خاص، عندهم ورش او محلات. فبدأنا نعمل دليل أرزاق، دليل أرزاق ممكن تلاقي عليه كهربائي، ميكانيكي، سباك، أي مهنة حرفية، بحيث أنت بتخش بتدور بالمنطقة وبالخدمة اللي أنت عايزها بتلاقيه وبتلاقي تليفوناته وبتلاقي موقع الإلكتروني وإزاي تروح لقرايب جوجل وتقييم الناس وريفيوز عنه. ويحلم الفريق بالتوسع في المشروع لكي يغطي كافة أنحاء مصر. هدفنا نوصل ل 500,000 داونلود، نوصل ل 2,000 شركة تسجل على الموقع، و50,000 فرصة عمل وفرصة تدريبية تكون على الموقع، وعلى الأقل 30,000 واحد يشتغلوا من خلال أرزاق.